عليه يقول له وهم متى اتفقوا وصلت؟ لا والله اتفقوا الحين بس ما يشيهم. اتفقوا على الحمور ما اتفقوا على شيء. اتفقوا لان فيها بيزات يا ابو طلال. اتفقوا لان لمية دينار طارت من الصندوق. هذه القصه. وايد هاجمنا ابو كارم. لا عفو عليك. لا انت انت تعرف معزتك عندي. لكن يا ابو عبد الله موضوع وانت قلت هالكلام موضوع لمية دينار هذه اللي تروح صندوق تحفيز اللاعبين واللعب اللي كان يتم في بعض الانديه في هذا الصندوق وتعيين المحاسيب وغيره. جميل. هذه المشكله هي الاساس الان وليس التصنيف بالنسبه لكثير من الانديه. يمكن هاي المشكله انتم تعانون منها لكن الانديه الاخرى مثل ما قال سليمان ما تعاني من هالمشكله. عندي اتصال. عندي اتصال لكن